إلا أنه انشغل في أمور أخرى لآخر لحظة. فأرحب بزميلنا العزيز الأستاذ الدكتور مروان المولى نائب الرئيس، وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الملتقى. جئنا هنا لنحيي الزميلة الدكتورة أماني جرار ونهنئها بمناسبة ترقيتها من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك. وتأتي أهمية هذا التكريم من الأهمية التي يوليها رئيس الجامعة لتطوير البحث العلمي في الحرم الجامعي ولتحفيز أعضاء هيئة التدريس والطلبة نحو البحث والدراسة واستقصاء الحقائق وسلوك دروب المعرفة، كي تحتل جامعة البتراء مركزا مرموقا بين الجامعات الإقليمية والعالمية، ولتصبح منارة للثقافة والعلم والأدب والفكر. في السنوات الخمس الماضية ازدهرت الحياة الفكرية في كلية الأدب، وعكف الزملاء والزميلات خلالها على الإنتاج العلمي والاشتراك في المؤتمرات والندوات، وأصبح لها سجل حافل بالبحوث المنشورة تضمنه الكتاب السنوي الذي تصدره الجامعة. ومن البحوث المتميزة بحوث منشورة في مجلات علمية محكمة، وقد بلغ عدد البحوث المنشورة حوالي 57 بحثا. الدكتورة أماني جرار مولعة بالقراءة والاطلاع والاستفادة والتحصيل والرغبة الملحة في الاستزادة من المعرفة، وكانت موضع احترام بين زملائها وزميلاتها، حريصة كل الحرص على أداء واجباتها، تقضي وقتها في العمل النافع والجهد المفيد، فأضافت إلى المعارف الجديد، وبذلك استحقت الترقية. وباسمكم اسمحوا لي أن أقدم لها هدية رمزية بهذه المناسبة.